Dinaro anger. Dit diki suro. بس كمان مكان جميل. حلوة هادي مفيش حاجة خالص. طلعت حاجة في دماغي. إن أنا هاجي هنا مثلا. بس خلي بالك الصخر ده الصخر الطوب اللي أنت بتشوفيه ده ما بيكذبش. حط الحزام. ده مفتوح خالص. الطوب ده الأبيض اللي أنت بتشوفيه ده طوب نادر. ده يتحرق يتكسر يطلع لي الجير. والجير لو تفصلي الأملاح بتاعته بطرق كيميائية بسيطة أوي تقدري تعملي منه تركيبات حاجات كتيرة حاجات نادرة زي لو أنت قدرت ممكن تعملي فرن إزاز في مسافة صغيرة والفرن الإزاز ده على قد ما تطبخ الإزاز على قد ما تحط مجهود يعني تطبخ المكونات الإزاز ليه تلات مكونات الكالسيوم والسيليكا والصوديوم ولما تخفنيهم مع بعض وتحط حاجات تانية مثلا تحط بلور حاجة يطلع من يطلع ألوان الإزاز ألوان الإزاز الخصائص في الفيزيكا والروبوت المختلفة اختلاف كبير تماما مع المنظرات التماثيل مش على لاس فيغاس في نيفادا هتقعدي في نيفادا 6 ساعات لما نوصل ودو لسه 6 ساعات بينك وبين البيت بالظبط هنا دلوقتي 390 ميل اشحب منه مثلا الرجل دي في نص البنزين
في حاجة زي حديث في الإسلام بيقول لك الواقف يسلم على القاعد والماشي يسلم على الواقف. حاجة زي كده يعني أو قصة. لما أنت تبقى معدية على حد وأنت ماشي أنت جاي عليه يعني أنت بتسلم عليه، ولما يكون حد قاعد وأنت واقفة بتسلم على القاعد. حاجة يعني حاجة زي كده. بس في مصر ما كانتش كده، كنتوا بتسلموا على بعض وما كنتوا ماشيين؟ كله كان بيسلم على بعض، كل الناس بشوشة بتروح حد بعض. بذمتك ما حدش بيسلم على بعض في مصر؟ لا. يعني انت لو لاجل راكبه الاسانسير بتركبي الاسانسير؟ خط الاساسيه. سلمي عليه. نعم. صباح الخير يا حاج. يعني كل الناس تاخد صمت كده. مش تركب ونطلع على طول. ولا الصباح ولا السلام ولا حاجه. احنا مره كنت قاعدين في سينما مترو. مترو. الفيلم شغال. واحد صعيدي داخل بعد ايه؟ مش صعيدي يعني واحد فلاح او واحد يعني هو داخل في الضلمه. السلام عليكم. كل الناس عبد السينما يا عم. الناس عايز داخله في الهدوء في الضلمه تتفرج على الفيلم. وده مش هيخش على السلام عليكم. لا مفيش دلوقتي الكلام ده خالص. الحضاره بتتقدم ولا بتتاخر؟ دلوقتي بتكون حاسس
يكونوا جابوا دي قدام ال هو دي بتاعتي كانت قاعده قدام. هقول لك حاجه، عايز انزل هنا القي نظري، انا شاكك ان المكان ده هو اللي في دماغي. البتاع اللي فوق دي اللي جنب ال اللي فيها الهنود دي، دي كانت موجوده قدام المحل وشكلهم مشوها وشلوها فوق. دي واحدة مشهورة يعني بس متصورة صور. جراند كانيون اوف يلو ستون. ايه تقول ايه؟ جابة واحدة ولا اتنين؟ عايز افهم. انت قلت حاجتين. جراند كانيون.